تخش في الموضوع مباشرة، نبدأ مع اتحاد الكورة والمنتخب برؤية عامة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكرك وبشكر ان انا اكون معاك في هذه الحلقه مع اخويا طبعا استاذ شريف. منورنا. نقول هارد لك للمنتخب طبعا ولجمهور الكره المصريه بعد الخساره اللي حصلت النهارده، وقبلها الخساره اللي انا شايف اللي هي القاسيه الاكثر اللي هي طبعا قدام اثيوبيا. نعم. يعني. مفيش شك انه احنا كلنا وكصدى اعلام وجمهور انه يعني كان في عدم توفيق اصلا من البدايه في اختيار الاتحاد كره القدم، لانه انا شايف الخطا زي ما بيقولوا السمكه تفسد من راسها. الخطا الاساسي هو اختيار اتحاد كره القدم بهذا الشكل، لانه مع هذا الاتحاد لا تتوقع ان يكون الاداء او النتائج المرجوه منه اكثر مما نرى او يحدث الان. ثانيا، هذا الاتحاد ظلم إيهاب جلال باختياره لهذه المهمة وهو غير مرغوب فيه او اعتراض عليه بنسبة اكتر من 95% من جمهور مصر. فانت حطيته في مزنق او في اختبار صعب ليس له الظهير الجماهيري، وايضا يعني شايف ده هينعكس كمان على اللعيبه، يعني ازاي انا اللعيبه هتتعامل معاه او تحترمه او تنفذ فكره او طريقته وهي تعلم انه الجمهور رفضه او الجمهور معترض عليه، او كان هناك بعض الاخبار التي تتداول على السوشيال ميديا انها يعني بتقلل من قدره او قيمته او مكانته. ثانيا، انه ايهاب جلال ظلم نفسه لانه هو انتظر على نفسه بعد خساره اثيوبيا، كان يجب عليه احترام لاسمه ومكانته ولتاريخه محافظه على ما باقي له من المستقبل، ان هو يخرج بعد هذه المباراه ويعلن اعتذاره للجمهور المصري ويقدم استقالته. ولكن أن ما يحدث الآن أن احنا نجعل من إيهاب جلال كبش فداء لكل هذه الأخطاء، لا. إذا كان إيهاب يمشي أو زي ما هو يرحل فهم لازم أيضا يمشوا. اتحاد الكرة. اتحاد الكرة.